سميتي أمينة، بغيت نعاود لكم قصتي. منين غنبدا؟ قصتي قصة حياتي كلها دوزتها مع ماما وبابا، كان في الخارج من وانا صغيرة، كاع ما عقلت على وجهه فاش قرر يرجع. فرحت بزاف وكان كيحساب ليا باللي واخيرا غيولي عندي حتى انا بابا بحال كاع جميع صحاباتي، ولكن كنت غالطة. وجا النهار اللي غادي يدخل فيه البلاد، وانا داك النهار كنت قارية وخارجة مع الربعة. رجعت للدار وكنت فرحانة بزاف حيت كنت عارفة غنلاقيه في الدار، ودخلت وحطيت الشكارة ديالي وبديت كنعيط على ماما وقلت العجب حتى واحد ما كاين في الدار. صونيت على ماما وقالت ليا باللي راها مشات تلقى الوالد حيت تعطل في المطار. من بعد مشيت درت كاسكروت وجلست كنتفرج، وانا كنتسنى غير امتى يجيو، وسهيت مع التلفازة حتى دخلوا عليا. نط بالزربة واخيرا نرجع بابا. مشيت كنجري لعندو وعنقته وعنقت ماما حتى هي، ولكن ما حسيتش باللي بابا كان موحشني كما انا كنت موحشاه. جلسنا وهضرنا شويه، ومن بعد ناض باش يرتاح في بيتو شويه على ما يوجد العشاء، وانا كنقول مع راسي يعلم الله اش من كادوات جايب ليا، ولكن ما جاب والو. وجدات ماما العشاء وتعشينا، والغد ليه فطرنا وبابا خرج ما رجع حتى الليل، والغد ليه نفس الشي. نهار على نهار بابا كيتبدل، ما عرفتش واش بابا نيت اللي رجع ولا غير شي واحد عادي من العائلة. من بعد واحد جوج سيمانات بداو المشاكل في الدار، والواليد بدا كيسكر وكيتحشش وكيتقرقب نيت، وكل نهار كيرجع مع الفجر وكيضرب ويهرس. ما عرفتش شنو السبب، واش البيئة اللي دوز فيها 15 عام من حياته ولا شي حاجة أخرى. والضحية ديال هادشي كامل هي أنا، حيت ما كانش كيحملني بالمقارنة مع الوالدة ديالي. هادشي استنتجته من بعد الهضرة اللي سمعت قالها الوالدة: بنتك تبارك الله كبرات، كيف الزعمة ماشي بنتو حتى هو، دوزتها بجغيمة الماء كيما كيقولوا. وقلت يمكن حيت مازال ما ولفني. واحد النهار بحال كاع ليامات كنت جالسة في بيتي وودن المغرب، ومع اختكم مرة مرة كتولي ديانية. نط باش نصلي وصليت، وانا نجمع الصلاية وحطيتها في بلاصتها، وخرجت نجلس مع ماما في الصالة حيت معلوم بابا ما كاينش ويعلم الله امتى يرجع. ولكن هاد النهار جاني في شي شكل ما كانش عندي الخاطر، وقلبي كان مقبوط شوية. مشينا انا وماما في الهضرة، وبدات كتعاود ليا على بابا وكيفاش تلاقات معاه وكيفاش تزوجوا. واللي غريب فين ما كنجبد ليها الفترة اللي كانت حاملة بيا كتبدل الهضرة شوية، وحنا نسمعوا الدقان في الباب. ياك اودي لاباس الكراو خلصنا، شي حد كيتسنى شي حاجة اخرى؟ ما نعرف. المهم نط حليت الباب، لقيت الوالد ناري على حالة سكران حتى ما بقى قاد يهز رجله. حاولت نعاونه باش يدخل ولكن دفعني وما خلانيش. عيطت على ماما هي اللي عاوناته ودخلاته للصالة، وكما جرت العادة بدات كتخاصم هي وياه. وانا ندخل لبيتي وسبحان الله غير خرجت من بيتي وانا نسمع اجمل هضرة في حياتي. الوالدة كانت كتعاير الوالد وهو يقول ليها: الا لا ربي راسك هو الاول، كون ما كنتش راجل ما نستركش انتي وديك بنتك اللي جايبه من الزنقة، العالم الله فين هو باها، وانا كنصرف عليها بحال والدها. تبلوكيت، واش هاد الشي اللي سمعت هو نيت ولا غير جاب لي الله؟ سولت ماما قلت لها اش هاد الشي كيقول بابا، وهي تقول لي سكت يا بنتي راه غير سكران وما عارف اش كيقول، ما تديش عليه. وهو ينقز هو، وهو يقول ما
ما تديش عليا، بنت لك حمق ياك. جمعوا عليا حوايجكم وخرجوا عليا، ما عندي ما ندير بالقاف في داري. راكم عرفتوني اش بغي نقصد. ماما كتبكي وانا تصدمت حتى ما قدرتش نتحرك، تجمدت في بلاصتي وهو ينوضج معها معايا بواحد صرفيقة، وجارني من شعري ولاحني قدام الباب وتبعني الوالدة مسكينة حتى هي. هادشي اللي كنعاود ليكم باقي دايز بحال الفيلم قدام عينيا. وسد علينا الباب وانا وماما جالسين قدام الباب بحال شي كلاب حاشاكم. واحد شوية هداها الله وحل الباب، والمفاجأة دخل ماما وانا لاح ليا واحد الصاك. يلا بغات ماما الدوي وهو يعطيها واحد صرفيقة ودخلها وسدوا عليا الباب. ماما مسكينة ما بقى عندها ما تقول قدام هذاك الوحش. نط وما عرفت منين جاب لي الله ديك القوة داك النهار. جمعت شعري بالباندا اللي كانت في يدي وحيدت بيجامتي كانت مسخة، وهزيت وحدة اخرى من الساك ولبستها فوق مني. والحمد لله كنت لابسة تقاشري حيت كان البرد هذاك الوقت، وفي هذا النهار غتبدا عندي حياة اخرى. هزيت الساك وحلفت ما عمرني نحط رجليا باقي في هذا الدرب. كانت 9 ديال الليل، فين غنمشي في هذا الوقت؟ رجاء صاحبتي غدا تكون ناعسة حشومة نصدعهم، وباباها كينعس في هذا الوقت، ولكن ما عندي حتى بلاصة اخرى نمشي ليها. وقفت فوق التروطوار كنتسنى شي طاكسي يديني. كانت باقا عندي 1.4 ديال الدراهم بقات ليا من السخرة اللي تسخرت الصباح. دازت نص ساعة وحتى شي طاكسي ما داز، ولكن هاد البلاصة اللي انا فيها الخطاف اعطاهم الله. داز واحد الخطاف وهو يوقف، وركبت ونسيت باللي في هاد الوقت فلوس المركوب كيدوبلو. وصلت للزنقة اللي فيها صاحبتي وقلت ليه نزلني وعطيته الفلوس. بدا كيشوف فيا وكيضحك وهو يقول واش بنتي بنت ليك كنسعى. ما لقيت باش نجاوبه وضربتها بواحد الشريه، ما تخيلش راسي ندير هكا. المهم وصلت لدار صاحبتي ودقيت في الباب بشويه باش ما نفيقش والديها وحتى واحد محلية، ومشيت للشرجم وهزيت واحد الحجرة صغيرة وضربتها بيها وهي تحل الشرجم. قلت لي حلي الباب صاحبتي، وهي تقول لي مالكي شنو اللي جابك في هذا الوقت. قلت ليها ها العار وغير حلي والله تنعود ليك. نزلت وحلات ليا وبقات مسكينة غير كتعجب البيجامة والساك، ويا تقول يا اش هاد الشي، واش انتي باغا ترحلي ولا شنو. المهم جلسنا في الصالة وبديت كنعاود ليها اش وقع. شوية سمعت الباب ديال بيت النعاس ديال والديها تحل، حيت انا اصلا كنجي عندها ديما وحافظة البلان ديال الدار. ناري ماما ها هي اللي خرجت، وانا نقول لها سمحي لي يا خالتي صدعتكم في هاد الوقت والله تحشمانة منكم. وجاوبتني وقالت لي لا بنتي عادي. هاد عادي ديالها ما عجبتنيش، جاتني في شي شكل وتقيل على القلب. مشات الكوزينة وعيطات على بنتها، وانا مشيت للطواليت. خرجت وسمعتها كتقول لبنتها غدا تخرجي عليا دابا هاد صاحبتك، مالي انا ومالها، ما عندهاش دارهم. والله يفيق باباك حتى يلوحك انتي وياها، وراكي عارفه كي داير. قالت ليها بنتها ولكن ماما راه ما عندها فين تمشي. وهي تقول ليها امها ماشي شغلي بلا ولكن. غير سمعت هاد الهضره وانا نمشي هزيت ساكي وخرجت بشويه حتى حد ما بقى باغيني. كنتمشى في الزنقه بحال شي وحده ما عندها لا دار لا دوار، والدموع نشفوا ليا من عينيا. والحداش هادي الزنقه خاويه، دخلت في واحد سيكتور خاوي ومظلم. يلا بديت كنتمشى وانا نسمع شي واحد كيتمشى وكيتبع خطوات. الخلعه والبكه والتبوريشه كل شي تجمع فيا. غير كنتمشى بالزربه كنحس بلي شي واحد مورايا كيتمشى تا هو بالزربه. ما زعمتش ندور وجهي
وبديت كنجري، وحتى هو بدا كيجري وشدني من شعري ولحني في الارض. طلع شمكار مشرمل، وجهو عامر سيكاتريسات. شكون غادي يعتقني دابا؟ والزنقة خاوية كتصفر. حاولت وقاومت ولكن الغالب الله. دخلني الواحد القنت وبقيت كنغوت حتى بح صوتي، ولكن للأسف تكرفص عليا هذاك الوحش، وغير قدا مني غرادو ولاحني بحال شي كلبة. مبقاش فيا الجهد باش نوض، تكمشت في بلاصتي وبقيت كنبكي. اش درت في حياتي باش يوقع ليا هاد الشي؟ كنبكي ونبكي ونغوت حتى سخفت. حليت عينيا لقيت راسي في السبيطار، وواحد المرأة قدامها حدايا هي اللي جابتني مسكينة. عاودت ليها اش وقع ليا، وبقيت فيها مسكينة وبلا هوها بدات كتبكي وعنقاتني. حسيت بواحد الحنان بحال معنقاني ماما. المرأة مسكينة بقيت فيها واخا ما كتعرفنيش، وقالت لي غيري سالي السيروم غدا نديك عندي للدار ونشوفو اشنو غادي نديرو. باقي في الدنيا الخير الحمد لله، ولكن جاها واحد التليفون ضروري وقالت لي سمحي لي يا بنتي خاصني نمشي دابا، ما تخرجيش من السبيطار في العشية رانا غادي ندوز نديك. وقلت ليها واخا خالتي انا غدا نتسناك. وصلت العشية وانا باقا كنتسنى، الظلام بدا كيطيح وكنقول فين مشات، وبقيت كنتسنى ونتسنى والمرأة ما جاتش. تخلات عليا بحال كاع هادوك اللي تخلاو عليا. في الاول ماما وبابا وصاحبتي، ودابا هاد المرأة حتى هي. كاع البيبان تسدو في وجهي وبديت كنفقد الامان، ولكن ربي ما كيسد باب حتى كيحل بيبان. نط من بلاصتي وبغيت نخرج نمشي في حالي، وهزيت تاني ساكي ومشيت. والحمد لله هاد المرأة مسكينة خلصات عليا فلوس الصندوق، وبديت كنقول فين غنمشي انا دابا؟ ما عرفتش اش مخبي ليا المستقبل. هادشي اللي داز عليا تال دابا ماشي سهل. الجو كان خايب، كان شوية ديال البرد والعجاج، وكان فيا الجوع حتى هو، ولكن ما عندي باش ناكل غير كنشوف وكناكل بعينيا كيما كيقولوا. وقفت قدام واحد الريستو وبديت كنشوف. الجوع غلبني ودخلت بلا ما نحس. حطيت الساك اللي ديما معايا حتى وليت كنحس بيه راه هو واقف معايا. ريزيرفيت ما ناكل وكليت وشبعت الحمد لله، ولكن المصيبة باش غنخلص؟ واش نهرب عاود تاني كيف ما درت مع الخطاف؟ ما يمكنش الريستو عامر. يا ربي اش غدا ندير دابا؟ كنفكر ونفكر حتى لقيت واحد الشاب جالس قدامي، ما حسيتش بيه لا امتى جا ولا امتى جلس. وهو يقول لي يا سلام اختي لاباس عليك، ما نكذبش عليك الصراحه عجبتيني واخا تعطيني النمره. وانا نقول في خاطري ناري اش هو هذا، انا في هاد الحاله والسيد فاش كيفكر؟ عجبتك وانا في هاد الحاله بيجامه ووجهي ما نظنش شفتي بحاله في هاد الحاله. وهو يقول لي ما كيهمنيش، مهم عجبتيني، ممكن تعطيني نمرتك؟ بقيت غير كنتعجب وطاحت عليا واحد الفكره جهنميه. علاش ما بروفيتيش فيه ونخليه يخلص عليا؟ وهو يقول واخا نهضروا شويه. قلت ليه مرحبا هو الاول. قال لي انا سميتي يوسف، عندي 22 عام كنقرا وعندي العام الثالث في لافاك. وانتي؟ باش نفكها انا دابا اش غادا نعاود ليه؟ واش نعاود ليه قصتي؟ لا غيمشي ويخليني. وانا نبتسم واحد الابتسامه صفراء وقلت ليه مونيا 18 عام، ما عندي هاد العام الباك، وها انت كتشوف على حاله انا فيها. تخاصم معايا بابا وجرع ليا حيت بتبرى. كانت عندنا واحد السهرة أنا وصحاباتي، واخا هو خانت فلوس ولكن ما كيتعاتقش. يا ربي السلامة.
وهو يضحك واحد الضحكة خفيفة وهو يقول لي ما تخافيش دابا ترجعي للدار، راه باباك هذاك ما يمكنش يسمح فيك. غير سمعت هاد الهضرة باش نقول لكم واحد الإحساس ما نقدرش نوصفه، وقلت في خاطري اش من بابا انت الله يعفو عليك. وانا نجاوبه عندك الحق، ولكن المشكل راه جرى عليا وخلاني بلا سنتيم. قال لي لا لا ما تديريش في بالك انا نخلص ما فيها باس. ثقلت راسي شويه وقلت ليه لا ما يمكنش، اصلا يلاه تعرفنا وبغيتي تخلص عليا. وانا كندعي الله في خاطري وهو يقول لا هاني يا لالا المره الجايه انت اللي غتخلصي عليا. قلت في خاطري تاش من مره جايه، وانا نقول له ان شاء الله، عيط على السرباي وخلصه. وقلت ليه اسمح ليا غدا نمشي للتواليت. دخلت وكان تما واحد الباب كيدي لبرا، خرجت منه ومشيت في حالاتي. ناري مصيبه، تفكرت الساك، الله يا ربي نسيت الساك في الريستو وما يمكنش نرجع، غدا نلقى هذاك يوسف تما. نكمل طريقي حسن ليا، مالو زعما شفات الساك كاع. وصل الظهر والزنقة في هاد الوقت كتولي خاوية، الناس كيمشيو يتغداو والمحلات كيسدو. وداز هاد النهار ووصل المغرب، الظلام بدا كيطيح وفين غنبات تاني. بقيت كنتمشى في الزنقة ودايرة راسي غير كانت سارة حتى وصل الليل. دابا ما بقى عندي ما ندير، يا نقلب على شي بلاصة مأمنة نبات فيها، يا نبقى مسارية في الزنقة حتى نولي تاني فارسة لشي واحد آخر. هزيت واحد جوج كرتونات لقيتهم حدا واحد البركاسة، وبقيت كنقلب على بلاصة فين نبات حتى لقيت واحد الكوان ما يطيحش الواحد على البال. المحطة ديال الكيران كان فيها واحد الكار قديم، طليت لتحت وانا ندخل، فرشت الكرتونات والخلعة شوية وتقتلني، ولكن شديت في راسي من دابا غدا تولي ديالي، اللهم نولف من دابا. حاولت نعس ولكن ما قدرتش، بقيت كنفكر وبقيت حالة عينيا حتى للصباح. خاصني عاود تاني نقلب على الفطور والغدا، وبحال ديما كناكل وكنهرب ولا نفك راسي بشي واحد. دازت ايام وايام وانا على هاد الحالة، الزنقة ولات داري والتشرد ولا عندي عادي. واحد النهار كنت كنتمشى قدام واحد الجامع، كانت واحد الجريدة صغيرة ومشيت وجلست فيها. لقيت واحد المشا والدة، وحيت انا عزاز عليا المشاش هزيت ليها واحد كنلعب معاه. وكانت واحد المرأة جالسة حدايا كدير فيا شي شوفات يا ربي السلامة، تقول هادي كتعرفني من شحال هادي، ومرة مرة كتبتسم ليا. وواحد شوية ناضت وجلست حدايا وهي تقول لي السلام عليكم يا بنتي، باينة فيك عزاز عليك المشاش. زربات عليا وانا نجاوبها اه من وانا صغيرة عزاز عليا. السيدة باينة فيها باغا تشد معايا الهضرة، ولكن انا ما عطيتهاش وقت، بقات غير كتسول وانا كنجاوب. واحد شوية سولاتني واش بنتي عندك والديك، قلت لها اه عندي علاش، وهي تقول لي غير بنتي ليا في هاد الحالة، يحساب ليا غير شي يتيمة نديها نتهلا فيها، حيت انا اصلا ما كان ولدش. الصراحة بقات فيا وبلا ما نحس عاودت ليها قصتي، وبقات كتشوف فيا بحال باغا تقول شي حاجة. وساليت المعاودة ديالي والمرأة باقا ساكتة. واحد شوية تنهدات وقالت لي ما يبقاش فيك الحالة بنتي، هذه هي الدنيا، خاصك تجربي كل شي باش حتى واحد ما يضحك عليك. قلت ليها ايه خالتي داكشي اللي كاين، دابا راه كنبات غير في الزنقة والماكلة غير كنسرق من الحوانت. وبلا ما نحس بكيت قدامها وهي تعنقني، وتاني حسيت بحنان الأم، ولكن لا حتى هي عاود تاني غتخليني كيما خلاوني الاخرين. انا في الاول ما عرفتهاش، ولكن من بعد غدا نعرفها على حقيقتها. واش كدير؟ بعدت عليها وقلت ليها شكرا خالتي حيت فهمتيني. بقات كتضحك وهي تقول بنتي انا ما درت والو، ولكن غندير مازال ان شاء الله.
هاد الهضره ما فهمتهاش وبرزطاتني في دماغي، وقلت ليها كيفاش كيفاش زعما خالتي، وهي تقول لي اش بان ليك تمشي معايا للدار ونديرك بحال بنتي اللي ما عطانيش الله. وانا نقول المراه ما فايته حتى نص ساعه عارفاني وباغا ديرني بحال بنتها، هاد الشي ما تخليش العقل. وقلت ليها اخالتي انت يلا عرفتيني، شكون قال لك انا ماشي سراقه ولا شي حاجه اخرى؟ جاوباتني انا بنادم كنكره من وجهه، وانت دخلتي لي لخاطري بالزربه، دابا اش قلتي قابله تمشي مع خالتك؟ وتبسمات ليا وما نكذبش عليكم كانت زوينه، واخا دايره في راسها هذيك الحاله، عينيها كانوا كبار ومكحلاهم وفمها سبحان الخالق حل راس ما، كل شي كان فيها زوين. عندها واحد لاطاي تقول هادي عندها 20 عام. من بعد الهضره اللي قالت لي دخلت لي الخاطر ووافقت واخا ما تقتش بزاف، ومشيت معها لدارها ودخلنا ناري على دار قدها قد الخلا واخا يسكن فيها دربنا كامل. المهم داتني للدوش، دوشت وعطاتني حوايج من عندها لبستهم، وصلت وقت العشاء وتعشينا وجلسنا هدرنا شوية، وعودات لي حتى هي على راسها، كانت مزوجة بواحد السيد كان لاباس عليه ولكن مسكين مات بكسيدة وما عندهاش الولاد، وورثات منه الدار شوية وجانا النعاس، وداتني لواحد البيت الفوق وقالت لي من اليوم هذا هو بيتك. قلت العجب، السيدة يلاه كتعرفني وعطاتني بيت من هاد القصر، يعلم الله اش مخبي هاد الشي. ودخلت وتلاحيت على ديك الناموسية، الله على راحة. داك النهار نعس واحد نعيسة بحال كنت في دارنا. الغد ليه فقت مرتاحة الحمد لله، خرجت من البيت ولقيت الفطور، السيدة فايقة بكري ومشتا كل شي، شاني هاد الشي في شكل. جلسنا فطرنا، من بعد وجدنا الغدا بجوج حيت حشمت نخليها توجدو بوحدها. من بعد ما تغدينا قالت لي في العشية إن شاء الله نخرجو نشري لك شي حويجات، زاد طاح لي العجب ولكن ما عليناش، حاولت نقنع راسي باللي السيدة باغا دير فيا غير الخير. وخرجنا في العشية سارينا ودخلنا لشي بوتيكات وبدات كتختار لي، اختارت لي شي حوايج ما موالفاش نلبس بحالهم، شي كساوي قصار وشي شورطات ديال التجين وشي تيشيرتات. وانا نقول ليها سمحي لي يا خالتي ولكن راه ما موالفاش بحال هاد اللبس، انا كنلبس التجين ولكن يكون شي سروال كامل وفوق منه شي حاجه هابطه. وهي تقول لي تي الله يهديك راها بنتي هاد اللبس اللي كيلبسوا البنات ديال هاد الوقت، انتي مشرفه ليا راسك، انتي غير سكتي انا اللي غدا نختار. ايوا وما تحشمينيش، ما لقيت ما نقول وانا نسكت وابتسمت، اختارت كاع داك الشي اللي بغات. ورجعنا بحالنا للدار، ودازت الايام وولفتها وولات بحال ماما، ولكن هاد المده كلها اللي دوزت معاها كانت بحال شي دين عليا. وواحد النهار قلت ليها خالتي هاد الشي كامل اللي عطيتيني وهاد الخير فاش معيشاني غادا نرجعو ليك شي نهار. وهي تقول لي لا بنتي اوي لي حسبيني بحال ماماك، ولكن الا بغيتي ترجعيه ليا نيت غتنفدي ليا واحد الطليبه. قلت ليها اه خالتي على الراس والعين. وهي تقول لي غدا في العشيه دايرين انا وصحاباتي واحد الحفله وبغيتك تمشي معايا. قلت ليها ايه اشنو فيها نمشي معاك خالتي، وهي تقول لي ولكن خاصك تقادي حالتك وتباني بحال شي عروسه باش نشوف راسي فيك. وانا نقول ليها هي اللي ما تعاود خالتي. الغد ليه وصلت الوقت، قادينا حالتنا وماكينا ولبسنا، والاول مره في حياتي نلبس قصير كسوه فوق ركابي وطالقه شعري، وهي لبست كسوة في الحمر وهابطة ولكن كتبين الرجلين، وقادينا حالتنا تقول غادي لشي كباري ماشي حفلة.
خرجنا من الدار وشدينا تاكسي، حطاتنا قدام واحد العمارة. وصلنا البارتما اللي غادي ليها، ودقت خالتي على الباب وحلينا واحد السيد باينة فيه شخصية، لابس كوستيم في الجري، وقال لينا اهلا اودي مرحبا بلالة خديجة، سلعة جديدة هادي ها؟ وانا نقول سلعة جديدة ما فهمت زفتة. المهم دخلنا لقيت داكشي مخلط، هالعيالات البنات الرجال، هذا ماشي جو ديال الحفلة. وانا نقول ليها خالتي واش هادي حفلة ولا شنو، وهي تقول لي اه تلقي راسك شوية وفوجي مع راسك، دابا تلقاي شي بوقوص هنايا. خلاتني ومشات عند شي صحاباتها، وانا مدابزة غير مع هاد الكسوة باش نهبطها. جا داك السيد اللي حلينا الباب وسلم عليا وقال لي مرحبا بالزين، شرفينا بمعرفتك. وانا ما مولفاش هاد الاجواء، خليته مشيت عند خالتي وجلست حداها. واحد شويه ناضت وجابت لي واحد الورقه وقالت لي هانت يا بنتي، انا وياك مشاركين في واحد القرعه، نقدروا نربحوا شي تسافيره للخارج، سني لي هنا باش نشاركوا انا وياك. وانا على نيتي سنيت ليها بلا ما نفكر ولا نقرا. المهم وسالت الحفلة وكل شي مشى. خرجت خالتي وانا نتبعها وهي تحبسني، قالت لي انتي بقاي باتي اليوم هنا، غدا نجيبك للدار. قلت ليها لا خالتي اش غدا ندير هنا بوحدي، قالت لي راه كاين لي ونسك، هاستي عمر غيتهلا فيك. كان واقف مورايا وشافت فيه بواحد الشوفة بحال كتقول له هالامانة جبتها ليك. بقيت الوسط غير كنشوف فيهم، وقلت لها خالتي عافاك خليني نمشي معاك. جاوباتني بنتي راه قلت ليك الهضره حتى الغدا ان شاء الله ونجي نديك، بنتي راه قلت ليك الهضره حتى الغدا ان شاء الله. قلت لها خالتي حتى انا هضرت معاك، سمحي لي ما غنباتش هنا. ونقز هذاك مورايا ياك سينات على الورقه، صافي ما بقات عندها هضره. خالتي اش من ورقه، يا قلتي لي هادي راه ديال القرعه. وهي تضحك واحد الضحكه وقالت اش من قرعه خليني عليك هانا غاديه. وقالت لي تهلا فيها راه غدا ندوز غدا نشد فلوسي. ناري اش هاد الشي تاني، حسيت براسي بحال شي سلعه. خرجت ديك السيده اللي باعتني وخلاتني بوحدي معاه، وهو سد الباب بالساروت وحاول يتقرب مني. بديت كانت هرب ولكن شدني بالزز، وبديت كنطلب ونرغب فيه ولكن والو بلا فائدة. تاني مرة كيتعداو عليا وكل نهار، وما بقيتش كنشوف الشمس. هاد الوحش كيسد عليا، ومرة مرة كيلوح ليا الماكلة بحال شي كلبة، وفي الليل كيقضي مني الغراض ديالو. كل نهار نفس الحالة، تا ولا هاد الشي كيجيني عادي وبقيت كنعطيه بخاطر. وراكم عارفين علاش باعتني، باعتني باش تشد الفلوس على ظهري، ورجعتني بنت ديال الليل. وهادي هي قصتي كيفاش وليت عاهرة. نهار يشدني هذا والغد ليه يشدني واحد آخر، ولكن تسنى ومازال ما ساليت. دازو ايامات وشهور على المهنة الجديدة ديالي العاهرة زعمة، وكريت واحد البارتما صغيرة على قدي بعد ما جمعت واحد الحصيصة، وولات عندي الحرية ديالي، كنخرج وندخل وقت ما بغيت، وفي الليل كنمشي لخدمتي والغد ليه كنتخلص. هاد الشي ولا عندي عادي بلا ما تعجبه. واحد النهار تكون شي العشرة ديال الصباح خرجت نتسخر لراسي، ونسيت ما قلت لكم الدار اللي كريت جات حدا داك الريستو، عقلتو عليه اللي عودت لكم عليه في الاول، الريستو اللي تغديت فيه وخليت داك يوسف يخلص عليا، يا ربي تسمح ليا. المهم كنت مشى وبالصدفة تلاقيت يوسف، وقفت تصدمت وحتى هو بحالي تصدم.
ولكن كانت عنده الجرأة وجا ناحيتي وسلم عليا وقال لي انتي هادي. ناري على موقف تمنيت تشق الارض وتبلعني، وقلت له اسمح لي داك النهار انا كذبت عليك. ناري حشمت غرقت بيا الارض، وقلت له اسمح لي نعرض عليك لشي قهيوه، وقال لي واخا لالا، وحسيت بيه باغي يقجني ولكن ما بينش. دخلنا القهوة وشدينا واحد جوج عصير، وقلت لي اسمح لي على داك النهار كنت شوف اشنو وقع ليا والله حتى تعذرني. بقى غير كيشوف وساكت، قال لي غير دوي انا كنسمعك. قلت له عارفة حطيتك داك النهار في موقف خايب شمتك، ولكن ما تحكمش عليا قبل ما تسمعني. وبديت كنعاود ليه قصتي من الاول، عاودت ليه كل شي. بقى غير كيشوف فيا ومرة مرة كيحضر عينيه، وما نكذبش عليكم كان عاجبني ومن النهار الاول، غير الظروف اللي كنت فيها ما خلاتنيش نفكر مزيان. عاودت ليه كل شي حتى من خدمتي الجديدة عاودت ليه عليها، وبقى غير كيتعجب وساكت. وقلت له هادي هي قصتي. بقى ساكت وانا ما عرفت ما ندير، بقى كيشوف فيا واحد الشوفة وناد من بلاصتو، بغى يمشي ووقفت باش نحبسو، وعرفتو اش كانت ردة الفعل ديالو. عنقني، اه عنقني، ومن بعد قال لي جلسي، وجلس حتى هو جلس وهو يقول لي، قال لي انا من النهار الاول راكي عجبتيني وكنت كندوي من نيتي وطلبت منك تعطيني النمرة، وحتى حاجة ما غتبدل الرأي ديالي، ودابا غدا تعطيها ليا ولا شنو؟ عطيتو نمرتي وخرجنا كل واحد مشى في حاله، ومن قوة الصدمة نسيت ما قلتلوش يعطيني نمرتو. يا لطيف على زهر، يمكن قال لي يعطيني النمرة غير باش يبدل الهضرة ويتجنبني. ايش هاد العقل اللي ما كيفكرش؟ ووليت كنتسنى فيه غير امتى يتصل، وحاطة التليفون قدامي النهار كامل، حتى الخدمة ما بقيتش كنمشي ليها، وبقيت كنتسناه كل نهار، حتى قلت هذا عمره ما غيتصل. كنت جالسة قدام التلفازة وكنت كنتفرج، وسمعت تليفون كيصوني وهزيته وقلت الو، وهو يقول لي سمحي لي اتصلت بيك في هذا الوقت، ولكن راه كنت مشغول وراني كنت ستاج ويلاه رجعت للدار. قلت له ماشي مشكل، واتفقنا باش نتلاقاو في نفس القهوة الغد ليه. تلاقينا وهدرنا وتعرفنا على بعضياتنا اكثر، ودازت واحد السيمانة وولات المعاملة ديالو كتحسن معايا، وبدا كيتقرب مني، وليت كنحس بحال اللي باغي يتزوجني، وولينا مرة مرة كنخرجوا مع بعضياتنا. ومن نهار عرفتو بدلت هذيك الخدمة وبديت كندير الميناج في واحد الشركة، وبقينا كنتلاقاو، ودازت شي 6 شهور وطلب مني الزواج ووافقت وتزوجنا، وخا ما كانتش الفرحة ديالي كاملة حيت ماما ما كانتش معايا، ولكن عندي أمال باللي شي نهار غدا نتلاقاو ونرجعو كيف ما كنا. وانا دابا مزوجة بالحبيب ديالي وساكنين مع ماما حيت هو بوحدو اللي عندها، وما هدرش لعائلتو على الماضي ديالي، والحمد لله ربي رزقنا بجوج وليدات ودابا عايشة حياتي مزيان والحمد لله. وهذه هي قصتي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.